اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل فقرتنا الثابته على ابواب الجنه، الفقره اللي بنحاول دايما ان احنا نستخرج فيها طاقات الخير وطاقات الامل وطاقات الحب اللي موجوده في نفوس مشاهدينا ونفسنا الاول. يعني دايما الكلام اللي احنا بنقوله مع ضيوف الكرام كمان بنذكر بيه نفسنا قبل ما بنذكر فيه الساده المشاهدين. رحبوا معايا بفضيله الشيخ حازم جلال اللي مشرف ومنور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وارحب بحضرتك والساده المشاهدين والاستاذين. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا مولانا. حبيبي، الشيء بالشيء يذكر كده، افتكرت واحنا في خضم الاحداث دي الايه القرانيه اللي بتقول كم من فئه قليله غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والله مع الصابرين. أنا متفائل إن شاء الله نكسب بإذن الله بإذن الرحمن. هو هنا علينا أن احنا نعمل اللي ربنا قال لنا عليه. صحيح. اللي هو نتسلح بالإيمان أولا. صحيح. والثقة بالله سبحانه وتعالى، ثم الواحد يعمل اللي عليه وبعد كده سيبها لله. اللي واثق دايما وأبدا واخد بمبدأ الثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يمده بالعطاء والعون والمدد. ولذلك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله وسلم. كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، تفاؤل، والتفاؤل ده خلق من أخلاق الإسلام. لذلك أنا دائما وأبدا أحب التفاؤل. ليه؟ لأن الأمر كله لله سبحانه، قل إن الأمر كله لله سبحانه، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالقدر نافذ. صحيح. القدر الإلهي نافذ، كل هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قاعده كده مسلمه. طبعا القاعده دي مهمه جدا عشان ما تزعلش على حاجه راحت منك. صحيح. او ما تفقدش الامل في حاجه انت نفسك فيها. صحيح. لذلك ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك، وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فدائما وابدا الانسان يصنع الامل بذاته. لا حياه مع الياس ولا ياس مع الحياه. احسن قولا واحدا. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخير وجعل فعل الخيرات من باب دخول الإنسان في المسارعة والوصول في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هو هنا شيخ حازم النقطة، طبعا أنا كنت في الأول بنتكلم على الحالة اللي احنا فيها كلنا في لقاء الأهلي، وإن احنا نتسلح بالإيمان والعمل والصبر ونسيب الباقي على ربنا. صحيح. لكن طبعا الكلام هنا بنتكلم عن فكرة زرع الأمل اللي حضرتك تفضلت بيه، ودي نقطة مهمة جدا جدا، لانه اذا كنت انت كانسان عندك بعض الامال وعندك بعض الاحلام والامنيات في حياتك، فعليك ان انت تفكر كمان في الامال بتاعه الناس التانيه اللي ممكن تكون متعلقه بشيء يسير من عندك. صحيح. بقدره بسيطه من عندك تقدر تساعد بيها تحقق احلام وامال الناس، فما بالك بقى وانت بتطلب من ربنا انه يحقق احلامك وامالك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل المسارعه في الخيرات من باب الاقراض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في مخرجه وسريع. هذا شيخ حازم انا اسف المقاطعه، بس يعني انا بحييك لانه سبحان الله في بعض الكلمات وبعض العبارات بنكون سمعناها عشرات المرات، بس في لحظه كده بتتفتح عندك طاقات نورانية كده ربنا بيلهمنا إياها. يعني أنا أول مرة أقف قوي قدام كلمة من الذي يقرض الله. من ذا الذي يقرض الله قرض حسن. أنت عارف يعني تقرض الله. صحيح. وربنا محتاج منك. لا مش بس محتاج منك، أنت عارف يعني تقرض الله. يعني الإقراض ده دايما بيبقى من يملك بيديه للمحتاج. صحيح. لمن لا يملك. فطبعا معاذ الله أن يكون ربنا محتاج. صحيح. بس في النهاية ده معناه أن بيقول لك ربنا ده دين، معناها يعني دين عندي ليك انا شايلهولك. تمام. دين ماشي. ما هو قرض. صح. ماشي. فالحقيقه اول مره اقف قدام فكره اقراض، مش مجرد بس ان انا هحاسبك واجازيك عليه، لا ده دين بصك هتعمله حسنه هيترد لك واضعاف مضاعفه. لذلك الصحابي لما سال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يحتاج منا الى قرض، قال نعم كيف يا رسول الله،
كيف يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله؟ قال أن تفعل الخير وأن تثق أنك حين تفعل هذا الخير أنه يقع في يد الله سبحانه وتعالى. لذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحصانة الرزانة الشريفة العفيفة الطاهرة الزكية النقية الصوامة القوامة الصديقة بنت الصديق كانت تعطل الصدقة لأنها تعلم أنها تقع في يد الله سبحانه وتعالى. أنا سمعت الحقيقة الواقعة دي، والحقيقة قد كده اليقين، اليقين عندها ثابت صحيح. أنها بتطلع درهم صدقة فكانت تنظفه ثم تعطره. ليه؟ فيقولوا لها ليه؟ تقول عشان مش هيروح للمسكين، هيقع في المسكين. هيقع في يد الله سبحانه وتعالى سبحانه. اولا فيضاعفه له، هنا بقى اتبع ربنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. الله اكبر. وفي ايه اخرى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. الله اكبر. لذلك سيدنا رسول الله في مخرجه الامام الترمذي يقول الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله الاماني صحيح. لذلك اورد ابو النعيم وابن رجب في كتابي لطائف المعارف وجامع العلوم والحكم أن سيدنا الفضيل بن عياض لقي رجلا قال له كم عمرك؟ قال له 60 سنة. قال له أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل؟ قال الرجل إن لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل وتعرف معناها؟ قال له نعم، أنا عبد لله وراجع إلى الله. قال له الفضيل من عرف أنه عبد لله وأنه راجع إلى الله وأنه موقوف بين يدي الله وأنه مسؤول بين يدي الله فليعد للسؤال جوابه، فما كان من الرجل إلا أن بكى. قال له ما الحيلة يا فضيل؟ قال له يسيرة، أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما سبق وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. يبقى الإنسان خلي بالك الخير اللي أنت تعمله. وذلك باب جنة من مبادرتها أنها جعلت مبادرة الألف بير لمساعدة الناس ومساعدة الفقراء والمساكين. وخلي بال حضرتك البير هذا الذي يشرب منه الإنسان والحيوان والطير المتصدق له به صدقة، بل إيه أضعافا كثير. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. شفت القضية ماشية إزاي؟ الله أكبر. أنت بتتعامل مع الكريم يا أستاذنا، مش بتتعامل مع بشر، بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. لذلك في الحديث القدسي انت مش بتتعامل مع كريم، انت بتتعامل مع الكريم. الكريم طبعا بقى في لما عرفه طبعا الذي الكرم هو ده. الكرم هو صحيح. يا سيدي اذا كان آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعلموا الكرم ونحن ناخذ مشارب الكرم منهم. سيدنا الحسن ابن سيدنا رسول الله، خلي بالك واحد ازاي، لان سيدنا قال ولدي هذان سيدا شباب اهل الجنه رضي الله عنهما وصلى الله عليهما وعلى جدهما. قال سيدنا الإمام الحسن دخل بستانا فوجد رجل يطعم كلبا يأكل لقمة ويطعم الكلب، فتعجب من الموقف ونظر إليه. قال له يا غلام ماذا تصنع؟ قال له يا سيدي ليس في بلدنا كلاب وهذا الكلب غريب، فخفت أن يخرج من هذا البستان وهو جائع فأطعمته. فذهب سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه أبو محمد الحسن إلى صاحب البستان فاشتراه واشترى الخادم واعتقه لله وأعطاه البستان. قال له الخادم أو العامل يا ابن رسول الله أشهد الله أني جعلت البستان في سبيلي من جعلتني في سبيلي. الله الله الله. شفت الكرم ماشي ازاي؟ اللهم صل على النبي. طبعا. عشان كده مبادرة الألف بير دي مبادرة في منتهى الأهمية، فيها إخراج لطاقات الخير، وفيها تفكير في الغير المحتاج، وفيها بقى كل أنواع ثوابات التصدق، من ان انت سقيا الماء وثوابها احنا اتكلمنا عنه كتير جدا، ثم فكرة الديمومة واستمرار الاجر في حياتك وبعد عمر طويل كمان بعد ان ترحل عن الدنيا. صحيح يا استاذنا الكريم. المبادرة للالف بير ديت اما تروح مكان وتشوف الدنيا ماشية فيه ازاي وترجع قبل وبعد حاجة غريبة. وخلي بالك شربة الماء اهل النار حينما استغاثوا بالماء. صحيح. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنات ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. ساعتها تسوى الدنيا وما فيها. بالظبط كده. بالظبط. ولذلك والحقيقه ان الماء هو افضل واسهل متاح لكن اغلى مفقود. بالظبط. يوم ما تتحرم منه كلنا لما الماء بتتقطع عن بيوتنا نص ساعه ولا ساعه شوف احنا بنبقى في حيز بيس ازاي، ما بالك الناس اللي محرومين من الميه طول الوقت. الرشيد احتاج الى الماء فشرب، فلما شرب قال له الفضيل يا امير. قال له نعم. قال له بكم تشتري هذه الشربه؟ قال له بنصف ماء. قال اشرب هنيئا مريئا. فلما شرب وانتهى من شربه قال له يا امير. قال له نعم. قال له بكم شربة لو حبست فيك؟ قال له بملك. قال له الدنيا بما فيها والمال الذي عندك لا يسوي شربه ماء. صحيح. هذه القضية. أحسنت. القضية فعلا
شربة المية دي أعظم شيء، الماء هو الحياة. لذلك أما تساعد هؤلاء الفقراء والمساكين، أنت مش بتساعدهم بس، ده لهم حق عندك، أنت مش متفضل. صحيح. أي والله. أحسنت والله. خذ من أموالهم، ده أمر إلهي واجب النفاذ، مفيش لا رجعت نعم. فيه. نعم. من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم وبها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلاتك سكن، أي دعائك، إن صلاتك سكن لهم، أي دعائك سكن لهم. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عليه الصلاة والسلام. لذلك لابد أن نبادر في هذه المبادرة بالمساعدة والستر، ومن ستر مسلما ستره الله. نعم. والله في عون العبد ما دام العبد. الناس الحقيقة سبحان الله، في بعض الناس بتبقى مترددة، بتبقى بتفكر وبتشوف جدول اللي هي هتعمله. أنا قابلت ناس الحمد لله كان لينا دور في بإذن الله في هدايتهم وتدليلهم على موضوع حفر الأبار أو المشاركة في حفر الأبار للمناطق المحرومة منه. لما راحوا وشافوا أثر صدقاتهم وزكواتهم على المناطق، وكيف حولوا وجه الحياة في هذه المناطق من الفقر والجدب والعدم إلى الماء والنماء والسخاء، السعادة اللي بقت جواهم لدرجة ان هم بقوا يقولوا أرجوكم دلونا على مناطق تانية محرومة. صحيح. ده التربية بالعمل، التربية بالعمل. وده اللي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويصنعه صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا سعد بيسأله ابن عبادة يا رسول الله أمي ماتت ماذا أفعل، قال له أي صدقة أفضل، قال له سقي الماء أو سقي الماء. سقي الماء. سقي الماء. نعمل ده البير بيروحا زي ما احنا ذكرنا قبل كده. يعني طلع لا، وده التربية بالعمل اهو. لذلك كانت الصحابة رضوان الله عليهم يسارعون في فعل الخيرات، والمسارعة أمر إلهي، فاستبقوا الخيرات. طيب تعالوا نروح نشوف كيف غيرت الآبار وجه الأرض للناس اللي كانت محرومة منها، ونشوف الشكل والطريقة ورد الفعل بعد وجود الآبار في هذه الأماكن، ثم نرجع نكلمكم عن كيفية الاشتراك أو كيفية التسابق في فعل الخيرات والمشاركة في حفر الآبار. اهلا وسهلا بيكم في جوله جديده من جولات مؤسسه باب جنه الخيريه. واحنا في قريه قصر لملوم في مركز العدوه بمحافظه المنيا، بنبدا عمل خير جديد علشان نرفع شعار المتقين ولواء الصالحين، ونقول يا جماعه عمل فيه طهره للمال والابدان وفيه زكاه للنفوس، وعمل من أفضل الأعمال اللي حثنا عليها الدين وحثنا عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصدقة الجارية. البير اللي ورايا ده مثال من أمثلة الصدقات الجارية اللي بيستمر النفع بتاعها، والنفع بتاعها نفع مش عادي، ده نفع بيساوي حياة، بيساوي حياة إنسان. القرية من سماتها الأساسية إن هي مرتفعة عن سطح الأرض، وده بيتسبب في إن المية الطبيعية بتاعت البلدية مش بتقدر توصل هنا، وبتحتاج محطات رفع وحاجات إمكانيات ضخمة جدا صعب توفرها في الأماكن دي. هو لا البير مش هنلقى ما ينشعر، كنا بنشيل على روسنا من آخر الدنيا، واللي ادينا دار واللي ما يديناهش قبل البير دي ما يجينا، درخت نافعنا في الحتة كلها البير دي، ويا بخت اللي يعمل خير ويلاقيه في الآخر. البير مش مكفي الحتة دي، احنا 30 بيت ولا 40 بيت على البير واحد بس، يا ريت يجازهم خير ويقفوا معانا ويجيبوا لنا ميه اكتر من كده. هنا الناس كلها تعبانه بسبب الميه، الوضع طبعا كان صعب قوي، كنا بنمشي من كل 2 كيلو عشان يجيبوا الميه هنا. الحمد لله رب العالمين ان اهل الخير جابوا لنا بيار هنا، واحنا بنشكرهم طبعا على مساهمتهم معانا. القرية ما زالت محتاجة لأعمال الخير المختلفة، ومحتاجة آبار كتير، لأن القرية فيها عدد كبير من السكان، والطبيعة الجغرافية بتتحكم للأسف فينا، ومحتاجين أعمال خير كتير. بننشد أهل الخير جميعا، يا جماعة احنا طالبين من حضراتكم التكاتف علشان نوصل بالناس دول لأقصى يعني لأقل درجة من درجات الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. المية لا غنى عنها إطلاقا، ولازم إن شاء الله بيكم نكمل المشوار. شوف الجمال، يعني كمان ذكاء جدا من اللي صنع التقرير، وبنشكر القائمين على مؤسسة باب جنة إنه ختم التقرير حتى بمنظر الخضرة والزرع والنماء اللي حصل بعد وجود المياه في هذه المنطقة. طبعا لذلك في التقرير الشيخ مصعب بيتكلم
استشهد بآية جميلة قوي، ولك وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل ده شيء نكرة تفيد العمول والشموم، يعني كل شيء في المية حولت من الصحراء الجرداء الزرعاء التي لا ليس بها ماء، اللي حولتها لإيه؟ لخضرة. الله. وأينما وجد الماء وجدت الحياة، وجدت الفرصة، الدنيا كلها تكون متاحة. صحيح. إنسان هيسعد، إنسان هيصلي، إنسان هيغتسل، إنسان هيساعد، هيشرب، الطير، خلي بال حضرتك الزرع اللي اتزرع بالمية ده، سيدنا النبي بشرنا ببشرى جميلة لك، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيقول منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له به صدقة. الله أكبر. يعني أنا الحباية والنبات زرعتها، طب هي سكب بالمية اللي هي موجودة مثلا، يبقى اللي ساهم في وجود الميه له الاجر والثواب. ده ماء الشرب زي محطات التحليه. صح. يعني برضه في مشروع كبير جدا المؤسسه بتقوم بيه، المشروع محطات التحليه الكبيره بتخدم القريه جميعا، ده بير ممكن بيخدم العزبه او الحته الموجود فيها. لا، ومحطات التحليه كمان فايدتها الاستراتيجيه في ان في بعض الاماكن لما تعمل بير وتطلع المياه الجوفيه ميه بتبقى مالحه او بيبقى فيها بعض الشوائب تحتاج الى محطات التحليه. بالظبط، وتحتاج الى تنقيه، وتحتاج، ودي مكلفه، خلي بال حضرتك جدا. ولما جداً. تنزل بقى كمان لو استاذنا في القريه بتلاقي حاجه كمان، يعني مع البير وكلام من ده، تبص تلاقي عندك السقف عاوز يتعمل وتظبط، الناس تعمله، عندك مثلا محتاجين صح. مساعدات ماليه. طب خلينا الاول عشان الوقت، كيف نساعد وكم تكلفه المشاركه في الابار؟ البير الواحد زي ما حضرتك عارف احنا اتكلمنا فيه بيتكلف 12، وفي بيكلف يعني خزانين، خزان واحد ب 12، وخزانين اثنين ب 24، وثلاث خزانات ب 36. علاوه على ذلك كمان ان هي بتساعد وتساهم وتؤدي الى نفع الخير جميعا على وجود الناس بحالهم. احسنت. طبعا الخزانات اللي في الابيار بتتحدد بناء على الدراسه اللي بتتعمل لعدد المستفيدين من هذا البيت. بالظبط. لو ورقم عدد مرضي. المستفيدين قريه صغيره او مجموعه من البيوت بيتعمل لهم خزان واحد. بالزبط. لو المساحه اوسع بتبقى خزانين، لو منطقه كامله او بلد ومجموعه من المراكز بيبقوا ثلاث خزانات، ومن يضاعف يضاعف له. بالظبط. وتحتاج، ممكن نحتاج انت تعمل ثلاثة وتلاقي عاوزة محتاجة يعني محطة تحلية كبيرة بتعملها، ودي طبعا دي سمة كبيرة طبعا. لكن الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. أحسنت. قولا قولا واحدا. نورت وشرفت يا شيخ حازم، ودايما ربنا يفتح عليك ويزيدك علم إن شاء الله. الله يسترك. شكرا جزيلا.